تمام. انا المريض دي الاقي لاي سوبر بوزيشن، انا ببقى لاي واقف على يمين المريض مش على شماله عشان اعرف امسك الجروب بايديا ليمين. تمام. وبعدين بخلي العيان ياخد نفس كبير ويحتفظ بيه. لما بياخد نفس الدايفرام بينزل لتحت، تظهر الصوره بوضوح اكتر. تمام. ساعتها بشوف الكليه، الكليه دي تكون من ابر كيليكس بيبقى هنا، او ابر بول بيبقى هنا، لور بول بيبقى هنا. هنا ده الباكي كاليسيا سيستم، والمفروض ان هيخرج من هنا يوري. تمام. هو ده الكلام ده الاسم ده. لو جينا نبص الحاله اللي قبليها، ده الباكي كاليسيا سيستم، ما كانش فيه اي باك براشر تشينجز، ما كانش فيه اي تمدد في حوض الكليه. تمام. دي المسافه، اي حاجه مليانه فلويد كونتنت هيبقى لها اسم، متفقين؟ تمام. الطبيعي ان الكاليسيا سيستم بتاعنا واحنا ما عندناش اي مشاكل بيبقى عامل كده، بيبقى توتالي كولابس. لما في حاجه هتسده هيتمدد، اللي هيتمدد ده هيبقى ايه محتوياته؟ ميه. مظبوط؟ زي اللون اللي احنا كنا شايفينه في المسافه. تمام. لو واحد سونوجرافر اكسر شويه او حديث شويه، لان ساعات دي بتبقى مصلحه بالنسبه لنا اللي انت تقدر تبص على حصوه لونج اليونيتاري كورس، لكن ممكن تلاقيها. تمام. ده اليونيتر اللي طبعا مش هو ده الكلب الطبيعي بتاعه. هنا اليونيتر از مارك دي دايريتد وفي حصوه موجوده في الدنيا. تمام. طب ليه احنا بنقول ان لو سونوجرافر حريف عشان ايه؟ علشان زي ما احنا كنا لسه بنتكلم، الجاز الكتيره بتنفخ البق. تمام. هتعمل ماسكينج للميد لاين، واليوريتر ده بيبقى نازل على ترانسفيرس بروسس شمال ويمين. فاهم قصدي ايه؟ فالحصوايه دي بتبقى مستخبيه ورا الجاز، فلازم هو يبقى اكسبرت انف ان هو يعرف يفرق اليوريتر دايليتد من الارتري اللي بيبقى ماشي جنبه. تمام. واللي قصاده الجهاز المغطي عليهم هما الاثنين، عشان في الاخر يقدر يشوف اليوريد كويس والحصوه كويس. اوكي. التابلك بين بيتكلم مني على الفيميل بلس. تمام. ده اليوترس. البلين ده احنا بنبقى حاطين البروب لونجيتيودنال اس على المريض، بيبقى لنا اليوترس ودي هنا الفاجاينا. احنا ما بنشوفش الفاجاينا ريجنز بالسونار انلس في هيوج فاجاينا ماس، بس احنا نقدر نقول ان ده الفارس وده البادي وهنا ده السيرفكس. تمام. اما بالنسبه للفاجاينا احنا ما بنشوفش فاجاينا ريجنز بالسونار انلس في هيوج فاجاينا ماس. تمام. ايه؟ ده اليوريتر بلادر. لازم واحنا بنعمل اكزامينشن لاي بيبس سواء كان ميل او فيميل، لازم البلادر تبقى. تمام. نفس فكره المعده فوق واحنا بنبص على البنكرياس. طيب ده دور من لوكينج اوفري اوفري اوفر تشيك في فولكلز صغيره موجوده. تمام. طيب يلا نقول سيس. طيب محتويات السيس دي زي نفس المحتويات بتاعت المسافه ولا لا؟ يعني كتير كونتنت، يبقى ده سيمبل سيستم. تمام. او بنسميه فانكشنال سيستم. ده يعني واحده كان عندها نشاط زياده شويه في المريض، فبدل ما يعمل بوايد او فولك بتاع الشهر عمل حاجه اكبر شويه فعمل كيس. تمام. ان شاء الله هتعمل فولو اب وهتلاقيه هيرابشر. لكن في هنا محتويات شايفينها هنا ايه؟ معقده. مظبوط؟ تمام. المعقره دي ممكن تبقى هيموراجيك كونتنت، يبقى دي كومبليكيتد سيستم. تمام. ممكن تبقى يعني فيها كومبليكيتد كونتنت اكتر، ودي تبقى اكتر مع الاندوكلويد سيستم. تمام. ممكن يبقى المحتويات اللي فيها فاتي جدا 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 تتماشى مع الاندوكلويد سيستم. بغض النظر انا كنت ببص في الصور دي اللي انا اجيب لكم الفاينلز.
هي هي نفس المنظر ده هنلاقيه بالنظام الكونستيوشن. لا هتلاقي الاثنين جنب بعض. احنا لما نبقى ملايين مثلا هنلاقي الكوره جنب المسافه. يعني نفترض مثلا انك بجد ميسي ومش مش هينفع نعمل لها ترانس مجرد الالترا ساوند، هنعرفها ازاي؟ يعني مش بالعكس ده معظم في ميز يعني بيقول لك طب ما ينفعش نعمل لها ترانس ابدومينال بلاش ترانس مجرد، يعني ده معظم الانسانات. في حاجه ثانيه برضه ممكن بيشي يبقى برضه بريزنت الاستقبال ويبقى جايب سي تي رايت لور كوادرنت تين ويبقى مصاحب معاه تيوب اوفرين كومبلكس بروف. غالبا ده بيبقى امبادد تيوب اوفرين ابسس شايفين الاوفري بقى انلارج بقى فيه انترنال كونتنتس عنيفه معاه فلويد كونكشن كتير قوي شكله بقى بيزار شيت. ممكن نلاقي معاه حاجه كده شكلها تيوبيال مش شكلين اللي هو ده منظر اوفري خالص تمام؟ شكلها حاجه شكلها تيوبيال ده غالبا بيبقى تيوب اوفيريان ابسس تمام؟ دي من الحالات الصعبه بالصوره اللي هي تتشاف انك تقدر تشوف التورتشر ستراكشر ده وتقول في الاخر خلاص تقول ان ده تيوب اوفيريان ابسس مش على طول بتقدر تشوفها كويس. هي ممكن ناس كثيره ممكن تقول عليها ان هي زيها لان دي تيوب ستراكشر زيها الا لو نقلوا اجابه السليله دي في اللفت اوبن بتبقى او اللفت ادفاكس يعني بتبقى اسهل على الفيشن على السونوجرافر اللي هو يشخصها. ده منظر تاني مهم جدا 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 برضه لازم من اكبر الاسباب اللي برضه بيبقى مصاحب برزنتيشن في الاستقبال هو ان يبقى فيه اوفيريان تورشن. الاوفيريان تورشن لو انت بتشتغل على ماشين ما فيهاش دوبلر مش هتقدر تشخصها. الاوفاريان بورشن ده فكرته كله ان الاوفاري السيست غالبا بيبقى موجود جواه سيست والسيست ده هو بيبقى لف الماسكولاريتي بتاعها يعني بتبقى لفه الماسكولاريتي على نفسها فبيتقطع عنه الماسكولاريتي تماما. فهمت؟ ده لازم يقطع. هتلاقي الماسكولاريتي واصله لغايه السيرفس وجوه برضه هيبقى شكله الديفاين اوفري تماما ده اكيد مش شبه الاوفري اللي احنا جبناه من الاول خالص ملوش اي علاقه ده مظبوط لكن ولا حتى في سيست الطبيعي اللي كان جواه ممكن كان تاني كان يبقى السيست اللي احنا شايفينه ده كان يبقى هو ده شكله الطبيعي في الاول بس بعد ما حصل فيه كومبليكيشن اللي هو اتوقع عنه البلاد سبلاي بقى شكله ده غير يعني خبرتنا مع الجراحين لما الجراح بيجي يفتح بيطلعوا شكله جانجرس بيطلعوا اسمه من جوه. ضمن برضه الاسباب اللي بتيجي كتير جدا 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 واكتر بتبقى استقبال النساء تمام هو الاكتوبيك براكتس وبتيجي فيري فريكوينت تمام. لسه امبارح كان معانا دكتور زهير كنا في مركز من المراكز الخاصه جالنا في ميل عندها بالصدفه الشديده عندها اوفيريان سيست وجنب الاوفيريان سيست المنظر بتاع الجستيشن سيل ده منظر الجستيشن سيل اللي المفروض طبيعته يبقى امبلانت وسط الاندوميتريال لاين ده يترس متصور برضه بالترانس فاجينال الالترا ساوند خلاص بيبقى شكله بقى متشابه عكس الصوره اللي احنا كنا شايفينها عن طريق البطن تمام. الترانس فاجينال الصوره بتبقى مختلفه تماما عن الصوره بتاعت البطن. الفايندنجز اللي بلاقيها مع الاكتوبيك هي لما الاقي فيه ثيكنج في الاندوميتريا لازم الاقي فيه فلويد كونكشن وبلاقي الاستيشن ساك جوه الادماكس تمام؟ متهيألي دي شكلها حتى لو انا متشكك وشايف المنظر ده قدامي خلاص وعايز انا من جوايا خايف من اللي دي اكتوبيك خاصة لو ده للاسف الشديد في واحدة اليس وبتشوفها يعني بنشوف يعني في مقاس كتير هتشوفوها يعني تمام؟ افرض مثلا في اريسه وانت عايز تقول اللي لاقي الامر دي كارثه يعني معناها اللي هي مربوطه في كارثه وكمان لما بتقول انت جبتها كارثه تمام. شايف اللاين تمام شايف الجول بتاع السيستم يا فندم
رفيع ازاي؟ انتوا شايفين ان الكونتاكت بتاعها والوول بتاعها زي دي. طيب دي فيها كيرز، دي ده اسمه ديسيديال لاين، ديسيديال او كوريونيك لاين. اللي هي بتاعت النفس يعني كده. اوكي، يعني ممكن لو ارلي بريجننسي المنظر بيبقى كده بالظبط. ده كده كمان واضحه، ده هيجي لك مثلا في يوم من الايام حد بيقول لك ان هو عايز يعمل صناعه عن طريق البطن وعايز يشوف الكيس ده، والكيس ده بيبقى اصغر من كده كمان، بس هو ده بيبقى منظره. تمام؟ هو في كذا لاين، مش هتلاقيها نفس اللي بتاعت الكوجينيس، هتلاقيها مضربه اكتر من ان هي حاجه واحده لاين لاين الكوجينيس. تمام؟ دي الكوزز برضه اللي ممكن زي ما شفت قصه الاوفاريان تورجر في زيها بالظبط ممكن تحصل في التستكل، خلاص خاصه في الاطفال الصغيرين اكثر من الكبار. عندنا حاجتين ممكن يجوا برضه البيشنت ممكن يبقى بريزنت للامرجنسي ديبارتمنت وعنده تستكل بين حاجه من اثنين، واحده الفاسكولاريتي زياده قوي والثانيه الفاسكولاريتي قليله قوي. اللي الفاسكولاريتي زياده قوي هتبقى ابيديتيك بوركايتس او ممكن تيجي صوره ابيديتيكس او ممكن تيجي صوره بوركايتس. تمام؟ حاجة يا دي مع بعض، يا دي لوحدها يا دي لوحدها. وعكسها تماما التورشن. زي ما شفنا المسكلات بتاعت الاوفاريا التورشن. إن مرة واحدة انقطعت المسكلات تماما هتنقطع عن التستس تماما. زي ما شفنا شكل الاوفر بيزار شيك وشرانكل وشكله مش يعني بالبلدي كده شكله هيتروجينس ومنعكش خالص، شرح هنلاقي كده برضه نفس المنظر في التستس. ده نورمال لوكينج تستس. تمام؟ دي تستس شكلها اتروفيك. دي تستس بعد ما حطينا عليها الضغط لقيناها شكلها ريلاتيفلي مقارنه باللي فوق هتلاقيها ان هوموجينس، بس هنا انا حطيت عليها الضغط. الضغط مش مبين اي فلو سيجنال جواها، هتظهر دلوقتي تاني ان شاء الله. دي تستس شكلها بقت فول ايديمتس فيها هيتروجينس اكيلس، حطيت عليها الدكتور لقيت الفاسكولاريتي عنيفه جدا جدا. جيت عند الابيديتس اللي فوق ده اهو، ده اسمه ابيديتس، حاجه برانجل جيك بتبقى موجوده فوق التستس عند الابر بول. جيت برضه حطيت عليها الدكتور بقى شكلها برضه بقت فول وهيتروجينس والفاسكولاريتي عاليه جدا. يبقى احنا بنتكلم المريض ده علاج مضادات حيويه، عكس لو انا ما قلتش ان هي ابيديتال اوركايتس ورجعت ان هو هتبقى حاجه فيها اوفاريا التورشر زي في الحاله دي، علاجها هنخش العمليات دلوقتي لان بيعمل لها ضغط جسمي يا اتلحقت يا اما طلعت من جوه جانجلس نفس قصه الميجر. تمام؟ ضمن اسباب البانيك بين اللي ممكن نلاقيها برضه واحنا بنضغط على الرايت اريا الوسطى، نكتشف ان بالصدفه الشديده مريض عنده دي بي تي. ده المنظر اللي هي فينز بتبقى موجوده هنا، وده بيبقى نورمال كلر ساتوريشن والدكتور فيها بالسبكترال دكتور اناليسيس. ممكن واحده من النص بالصدفه واحد كل الكومبلين بتاعه رايت ان واين بين، رايت ان واين بين، نيجي نبص عليه نكتشف ان في ثرومبس موجوده جوه كومن فيبرال بين. تمام؟ ممكن اكتر حاجه تشخص الدي بي تي اكتر من الدكتور، في ناس من كتر ما هم اكسبرتس او بيشخصوا ساعات الدي بي تي مش هنقول من غير دكتور يعني، لكن هو القاعده الاساسيه هي الكونتسبيلتي، اللي بدوس عليه بيتقفل بالبرو. لو ما اتقفلش ولقيت برضه اتقفل يبقى ده غالبا ثرومبوز بين. فحتى لو حد متوزع في حته ما فيهاش دكتور يقدر ان هو يستمع بس وجود دي على الاقل عند البلد البيت. هنا منظر ضرب الترومبس موجوده جواه، وهنا مفيش فلو جواه خالص بالضبط. طبعا مش عايز اقول انه لو داس بحس ان مفيش مش هيتقفل البيت. تمام؟ هو في بره دلوقتي بقى في حاجه المفروض اللي هو حاجه اسمها فاست التراساوند، اللي المفروض اللي هو بيتعمل في الـ في الـ في الامرجنسي ديبارتمنت، اللي هو اسمه فوكس اسسمنت وذ سونوجرافي تروما.
تمام. احنا هنبص من الاخر كده دايموند شيب، بصه يمين بصه شمال بصه فوق بصه تحت يمين خلاص. ده بيجي بعد استقبال الجراحه، عايز ابص اللي ما فيش اي كونكشن يعني فلويد موجود في المورس باوتش او المورس هيباتوريد باوتش، ما فيش اي كونكشن موجود في الناحيه الشمال، اتاكد ان ما فيش رينال تروما لا يمين ولا شمال، اتاكد ان ما فيش اي سبليك تروما او فراكشر او لاسيريشن، اتاكد ان ما فيش فابريك كولكشن. وممكن اعمل فوق ابص كده بصه ان ممكن عيان برضه تلاقيه كده بالبلد يرقص نفسه في الاخر خلاص يطلع عنده بريكارديا فيوجن وعنده كارديا تمتنال. ممكن برضه واحنا مش دكاتره نتاكد، لكن هي نفس القاعده، احنا عايزين نشوف فلويد في اي حته زي اليوم اللي احنا كنا شايفين زي الايكوتيستي الايكوس اللي احنا كنا شايفينها في المسافه، تمام؟ زي بتاعت اللي هي فلويد سيجنال. فهنبص هنا هنا بقى التريكاتيا، لو انا عملت كرينيال انجيليشن لفوق البرو زي الصوره دي، العيان ده ادي تشست بتاعه ادي بيجاستيك ليجن، عملت كرينيال انجيليشن كده البرو هشوف المنظر ده التريكاتيا الموست انتيريور تشيمبر هي الرايت فنتركل وجنبيها الاف فنتركل. لو في ريكورد ديفيوجن هقفشه بمنتهى السهوله، تمام؟ تمام. تاني حاجه اللي انا عايز ابص بقى هنا ده ليفر وهنا جنبه الرايت كيدي، لو لقيت فلويد في الحته دي الحته دي اسمها مانسنس باوش او اللي هو الهيباتولينا باوش اهو، تمام؟ ده معناها ان في تاب حصل القطن والجراح هيفتح المريض ده، تمام؟ ولو الريم ده ما اتشافش تاكد ان العيان ده على رجليه هتلاقيه عنده نزيف شديد جدا 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 وغالبا يجيبه الضرب مش هيتاكد. هنا برضه ممكن تيجي اكزامبلز لهيماتومز سواء كان سب كابسول الهيماتوما او هنا سب كابسول الهيماتوما اللي بتبقى الكتريكال شيب او هنا في هيباتيك كونفيوجن وبين الهيماتوما هنا فيها اللي هو فاريبل ديجري للبلاد برودكتس فبتلاقيها شكلها هيتروجينس حته اللي هي ايكوجينيك شويه حته اللي هي هايبر وورد حته فيها سنتر ديجنريشن بتختلف يعني، فاهم؟ هبص هنا نفس زي ما كنت شايف الناحيه اليمين ليفر وكيدني، الناحيه الشمال هنلاقي فيه سبلين وكيدني. بس ده بقى الموست امبورتنت اورجن تو فيجوالايز في اي حاله تروما هو السبلين طبعا. هنا في سبلينك فراكشر او ممكن يكون سبلينك تير، تمام؟ واصل من اول سيرفس لغايه الناحيه الثانيه. اكيد الصوره ممكن ما تبقاش موضحه اي كونكشن، لكن لازم المريض هيبقى عنده كونكشن، ما كانش هيبقى عنده كونكشن في الاورج يعني واصل لغايه تحت الدراجن في البالانس. هنا الابر بول وهنا اللور بول، تحت الابر بول وفوق هنا اللور بول، تمام؟ وهنا الميدل بول زي ما هنا برضه الابر بول بتاع كيدي، هنا الابر بول بتاع كيدي وهنا اللور بول بتاع كيدي. لا علشان انا مني هنا الصوره جايه فوق على السكرين اكتر من اللي هي جايه على كيدي. اهي كيدي هنا هتيجي هنا ظهرت كده، تمام؟ الكيمي هنا جت في حته معينه لقينا فيها في رينال تاب وبدانا نلاقي في الريم بتاع كولكشن حواليها وحواليها حاجه شكلها ايكوجينيك شويه بدايات هيماتوما هتتكون اهي، بدات تعمل هنا سب كابس للهيماتوما. هنا عملت برضه هيود بص سبناها شويه بيجي لنا المريض ده بقى كل يوم يتابع حجم الهيماتوما انها لو مش بتزيد وفضلت ستيشن انسايد غالبا ممكن ما يتكش خالص ولغايه ما تبقى ريزون لوحدها. هنا ده منظر البلابل، هنا في المنطقه دي حاجه اسمها ريكتو فازالتك باوش او في السيدات اللي بنسميها دبل ستارش، تمام؟ الطبيعي بقى ما لقيش فيها اي فلويد اي فلويد خالص جواها، لو لقيت فلويد هنا مكان البلابل هنا في فلويد غالبا العيان ده زي ما بنشوف في مرضى مثلا الكبد في الاسرع.